معنا ابراهيم الراشد حارس فريق كمول المناعي، قدمت مباراه ممتازه ومستوى ممتاز، بس للاسف ما كسبتوا 3-2. عطنا رايك في المباراه. الحمد لله على كل حال لعبنا الدنيا اللي علينا، ما توافقنا اليوم، يمكن بدايه شغله، بدايه كانت دفاع شوي غير من سجل مع بعضه، يمكن من سجل مع بعضه دشينا في الجو المباراه، كما دشينا في الجو بالبدايه بس دشينا في الجو عقب الشوط الثاني، والاداء المباراه كانت وايد قويه، يمكن احس ان هذه اقوى مباراه في البطوله، لان شفت انا من المباريات هذه اقوى مباراه في البطوله، ما توافقنا، الحراسه كانت جيده اليوم، ما قصرت اليوم ممتاز، الحمد لله لعبت قد ما اقدر بس ما الله وفقنا اليوم، الحمد لله ان شاء الله نعوض المباراه اليوم. سمعنا عندكم بعض التعليقات على الحكم، فريقكم شوي مو براضي عنه. الحكم غير معصوم، ما في حكم في العالم، ما يعرف حكم ولا مين هذا الهاي زين، بس الحكم يمكن ما توافق نفس احنا مع ساعات ما توافق المباراه، الحكم ما كان انسان، كل من يغلط مو بو اولي يعطيك العافيه ما قصرت.